زون ميكس فيه خمسة مع ضيوفنا اليوم هي نائب سيد العريض وكذلك أشرف العوادي من منظمة أنيق ذا. سألتني قبيلك على التفاعلات، من التفاعلات فما شكون يقول لك برافو الحقيقة، وفما شكون يسألكم شنين أنا معك راهبكم. أنا عندي أودي. علاش أنا معك راهب؟ أودي جبتها في سير كي روحت من ألمانيا، مش مدخل نوع الكهرباء يعني. ما عندك أنا نجم نقرا ما بين السطور. وأنت؟ نجم نقرا، إذا ما عنديش كهرباء. شنو حكاية الكهرباء؟ ما فهمتش سامحني. مالكم سيدي مختارب مع سي طارق بشماوي ولا؟ علاش تخدم بذراعي نجيب كهرباء، نجيب بذراعي نجيب فلاندو كيك سوسو باش خلاص الكهرباء. ما في حضور السيد ودي عجبي في قناة التاسعة، لما حنو فما تكون الأبواق اللي يقولوا لا 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 حاجة الباهية اللي أنا فهم رجال عمالق الحقيقة اقترحوا علينا سيارات مخيرة. جوستومون إذا نقول لك كهربتي أودي أسانك خذيتها من قبل ما ندخل البرلمان وقبل ما نولي نايب كارت جريز باسمي قبل ما ندخل في المعامة هذه الكل، فما نجم يزيد عليها حتى حد في الموضوع هذا. نقول لك بصراحه مش اول دوسي نخدمه، وخدمت عشرات دوسيات قبل وبربشولي لوج ولوج 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 ولقاو شي مش كهرباء ولا دار، يلقاو شي خطيه نتاع مرور مش خالصه. وبما اني اليوم قاعد وتعاركت معاهم مشاو وانا قاعد سكر ما لقاو في ذمتي الماليه حتى ربع جرام. انا وصلت بوليس وقفني على رادار، قال لي تفضل سيد النائب خذوا تو خلصوا تو يا ودي. قال لي برا فرنسا لا تو قلت له كلمتي يتحط لي 60 دينار خمسة خلاص القضيه نتاعي، يمشي كلم وزير الداخليه يقول عندك عون امنك طبق اي سكوا مش حكيت مثالي ما نحبش خويا هذه فلوس. لازم اسمع لما تدخل في عركات هذوما يا اما تكون ذمتك الماليه نظيفه يا ما تنجمش يخرج لك دوسي يخرج لك حكايه دونك لازمك تلشلش سينو لو حاليك اعمل كيف الناس امشي عندك جلسه في البرلمان خذ 3 دقائق سب العباد وروح روحك والسلام عليكم واختك من الملفات هذوما. شنو تناول اخر اللقاء قبل مع الوزير؟ قبل ما ندخل مع في السكر موضوع الكوره نحب نقول كلمتين. هلال الشاب سيبقى في الوطني ووديع الجريء سيبقى قدام قطب قضاء المالي. ساسعى بكل ما يسمح به القانون وبكل ما نجم بكل صحيح الوزن نتاعي في البرلمان. هذا تعهد منك انت؟ هذا تعهد دميا باش نحط كل ما نجم. واذا كان ما صارش؟ وإذا كان ما صارش يكون فشلنا، إذا كان عندنا هذه كلها حكيناها وما صارش يكون عندنا مشكلة، سيكون مشكلة في دولتنا مش في وديع الجري. إذا كان عندنا الأغلاط هذه الكل والمشاكل هذه الكل والظلم هذا الكل والاستبداد هذا الكل وما نجمش نصلحوه خاطر برشا ناس خايفة من سي وديع، عندنا مشكل. مشكل ولي أي ولي لا والله خايفين ولا يكلموني خايفين. خايفين يكون اسمع شك عليك منه يعمل لك يبعث لك يبعث لك شكون يقد لك يطيح لك الجمعية الفلانية راه يعمل شو يحب حتى حد ما ينجم راه هذا إنسان. ما عنديش جوست ما نهتمش بالكوره علاش قلت لك لا والله شيء. انا نقول لك بصراحه تعرف اخر مره تفرجت في حياتي وين؟ في ستاد تونس وسان مارينو البحر العاب البحر المتوسط 2001. ايه يا حسن دونك ديكو بحق سبحان الله ثم ناس اهتمت بالكوره ثم ناس ما اهتمتش بالكوره. انا كي كان ولاد حومه يهبطوا يكوروا انا سقي زوزي صار ممكن دار شباب نعمل انفورماتيك. لا شوف بالحق ما كانش الكوره من ضمن اهتماماتي والتناول نتاعي ما كانش كروي. الظلم ما نحبوش. لما نلقي رسول الله الشخص هذا هو الحكم وهو القاضي وهو اللي ينفذ على خاطر طلبوا منه اوديت ولا قالوا فيه كلمه في 2020 يحرم جهه كامله عليه. شكون تخيب روحه هذا؟ من اين يستمد هذا؟ باهي كمل جاوبني على السؤال شنو هو اللي ياخذ اللقاء مع سيدي؟ هات انا بدك سيدي التقرير نتاع اللقاء. حكينا سيدي على برنامج توحيد المؤجر اللي فيه اشكال كبير مش قابلينه اساتذه الرياضه البدنيه. قلت له قال لي رانا صححنا مع النقابه. قلت له ثماش امكانيه نرجعوه لانه ضروا منه اساتذه التربيه البدنيه. تهنيش التربيه البدنيه في المدارس. نمن بالرياضه في وسط المدرسه، نمن انه الرياضه جزء من تكوين الطفل ومن تكوين الشخص باش يكون انسان سوي. البطاله في صفوف المتخرجين في الرياضه مشكله حقيقيه ولات عندنا. هذوك قبل ما كانتش. معناها كيفاش نجموا نلقاو بلايص اخرين طرق اخرين كيفاش نجموا الناس هذوما تخدم. ثم البرنامج الوطني لملاعب الاحياء. انا عليه يوسف الشاهد في 2019 ايون وصل. هو اللي الصين والاتحاد الاوروبي معناها فلوسه موجوده. العقود الجديده كي بروبوز 609 دينار للمتخرجين. قلت له راهي صيغه اهانه على ليميت اعطيهم خويا جراد استاذ وشهريه استاذ. حكينا على قانون الهيكل الرياضي قلنا مش وقيت يتعاود من 95. هو شوف احنا جبنا برشا مواضيع خلينا نكملهم لك. المنحه نتاع الابطال ثم عندنا شكون في جماعه التيكواندو 2018 ما خذوش مستحقاتهم من تو ما خذوش المنحه نتاعهم من تو. عندنا بطل في التيكواندو جا ضده قرار جائر ويحب يستينفوا ما عندوش فلوس وهذا بطل من الابطال نتاعنا. انت صنفته فما حاجه موضوع طويل نتاع اسامه الوسلاتي. شوف انا انا نائب شعب فنوصل من من جهه النظر نتاع الشعب. باهي ثم عندنا مشكله اخرى. عندنا مسؤول بارز في البلاد بنته خذت في المعهد الرياضي بدون وجه حق وخذت بس عبد اخر مانيش نقول اسمها لانها قصر لكن ملف كبير كيفاش يحطوا العباد اللي خاطر هذا بنت فلان حطوها فخذت بلاصه اخرى في نتاع رياضي النخبه وتابع فيه الملف وعاود ذكرته خاطر كان مع الوزير السابق ذكرته اني بديت نتابع في الملف. مشكله جماعه الجامعه نتاع الرياضات الالكترونيه المتعاقدين بالاجر الادنى في الوزاره اللي
مشكله حقيقيه. صحيح صح روح ملوه بالاجر الادنى، لكن الدنيا تمشي وواقفين معاش نجم، حتى حد يعيش بالاجر الادنى اليوم. فمنحه منحه الريف موجوده في الامر الحكومي 45 88 مدرسي مات الرياضه في المنطقه الريفيه، يعني عديد من المواضيع. ايش قال لي هو؟ قال لي بها اكثر تعليم مشاكل كل ابعثهم للكتابيه وين الراجل. خاطر غدرنا كي طلبنا جلسه من الاول كانت على موضوع الشاب، لكن انا مشيت قلت اسمع مدني مع الوزير خلينا نحلوا برشا مواضيع، خلينا نحضر الاجابه نتاعهم ونرجع لك كتابيا في الموضوع. وكانت جلسه مثمره في المجمل. باهي وصلت للحلقه الثالثه في الحلقات اللي تعمل فيهم مسلسل نتاعك تقريبا. مازال فما حلقات تقريبا بطبيعه اخزر اللي تعاملوا معايا قبل يعرفوني كي نشد ملف ما نخدمش برشا ملفات. الامكانيات اللي عندنا الغالب احنا شويه معناها في الاخر نخدم في ملفات. انا خمسه متطوعين مش كيما اي واتش ربي جيتهم اللي خذوا فلوس من الاتحاد الاوروبي مليون برشا فلوس برشا فلوس. دونك احنا امكانياتنا شويه، لكن كي نشدوا في ملف نخدموه بعمق معنا اون سو دون لو طون نوسعوا بالنا. وانا نحب نحيي فريق نزع الريش نتاع امل وعمل خاطر هم ظاهرين ما يتعرفوش معروفين لكن يخدموا في خدمه كبيره وعاطين على وقت من الحلقه الجايه شويه ما نحرقوش ما نعملوش سبور ناخذوا سكوب على شنو. انا قلت لك ديما في اطار عقد الاستشاره هذاك حسيت اللي ثم فيه مرسو بنين وفيه ما ينجم في جو. انا لمحت الموضوع على هاني الرياضي في فرنسا وقريت به اي 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 لا ما وصلنا لازم جوستومون. اما يلزم نحاول يلزم الراي التونسي يفهمها مليح ونحصلوا على الابحاث. كما قلت لك الحاجه الباهيه في وديع انه وصل درجه من التسلط اللي يعتقد ان لن يقدر عليه احد. القضاء الفرنسي ابارمون برئوا في الحكايه هذه. شوف تنثبتوا احنا قلنا راه احنا حتى لتوا الاتهامات اللي قلناها مش اتهاماتنا، راه الاتهامات اللي جات في تقرير هيئه الرقابه. احنا ما نتهموش العباد، احنا نبحث في ملفات والهدف نتاعنا شنو؟ اكثر يتجاوز وديع، وديع باش يجي نهار ويمشي راه. لكن اذا ثم اليوم مؤسسات في تونس مهما كان نوع المؤسسه خاصه غير خاصه رياضيه غير رياضيه تسير فيها الظلم هذا يلزمو يتنحى. هذا دوري كنائب شعب. خلينا كيفاش نخلقوا مناخ رياضي باش الناس تكور. انا نسمع في وديع يقول لك كيفاش انا موجود والجمعيه الفلانيه هبطت ربحت دي تي تي، كور معاهم انت باش مركينهم كنتش تمنحهم. اذا كان وصل لي يتدخل ويعتبر انه هو موجود وهو يوصل دومي فينال حاجه كادو من عنده هو، معناه هو كان نجم يمنع ولا ينحي. يقول لك الاتوال خذات قداش من تيتر وانا موجود كنت نجم تدخل للماتش وتنحي لهم. هذا بلسانه يورط نفسه انه كان نجم يمنع وينحي شنو يحكم في الاربيتراج هو. فشوف الاربيتراج اون سي اما ديما خلينا نقول بتحفظ خاطر نحب نقول كل حاجه كوش بروفي. دونك دوسي وديع هو ان كادي كول انسان بلغ به التجبر الى درجه انه عفس على الناس الكل بطريقه لا تليق وعاطينه الغطاء السياسي. تعرف ايش قاعد يصير توا؟ الناس اللي حميته سياسيا خلينا نسميهم اخي حركه النهضه تحيه تونس ما ذوكم هم باش يلقاو رواحهم في وضعيه انه ثمن المسانده نتاعو غالي اللي الناس دارت عليهم اللي الناس فدت اللي وصل لدرجه لا يمكن انه نجموا يقعدوا يساندوه وش يسحبوا المساعده نتاعو. انا نقول لك تحب على سكوب، انا طالب موعد مع السيد رئيس مجلس النواب الشعب سي راشد الغنوشي على عاولة موضوع لفسير القانون تاع لفسير اللي خدمناه ومعطل باش نقول له بكل وضوح ومني ليه ارفع حمايتك على وديع الجريء يزي راهي لتونس لا تستحمل اليوم ان التوانسه يضربوا توانسه ويحرقوا توانسه ويحرقوا ويسكروا الكيس التونسي على خاطر سي وديع ما يحبش يكسر كلمته وهو مخالف وهو ظالم واللي عمله غير مقبول وغير معقول. اخر سؤال علاش مركزين كانش مع الفوت فساد في الرياضه موجود؟ انا ايش قلت لك ما نجمش امل وعمل تخدم فساد في تونس الكل. ما نجمش نعوض الدوله لازم يصير ان تريجر. معنى كيما قلت لك ما نجمش نعوض المحاكم الكل والنواب الكل والاحزاب الكل. انت تسالوا تقول يا اخي اش بيك هو خدم هذه؟ اش بيكم انتم 255 حزب ما خدمتوش نتاع هذه؟ واش بيكم انتم 216 نائب ما خدمتوش نتاع هذه؟ وين القضاة؟ وين عندنا 10000 جمعيه في تونس؟ وينكم شو ما تخدموش؟ ما نجي يقول لي انا علاش خدمت هذيك؟ مش على خويا ما خدموش خويا احنا امكانياتنا خاطر سامحني السياسيين حتى في برامج حملاتكم الانتخابيه اخر حاجه تحكي عليها هي الرياضه معناها ما فماش التفات جمله للرياضه حتى استاذ صغير على الرياضه ما فماش شويه مسؤوليه من الاعلام. خلينا نحكي احنا حكينا مش شطرنج للفولي للتيكواندو للفوت الزخم صار الا كي حكينا على لا سامحني جوستومون دقيق صار فيها مشكله صار فيها مشكله تبنيت امل وعمل جماعه شطرنج مع مجولين الشيرني. الرياضات الالكترونيه كيف بنينا المشكل كي صار مشكل نتاع المبارزه بالسيف كيف خدمناه مع مجولين الشيرني خدمتنا ما عندناش مشكل. معناها كي يجيني رياضي يشكي او يجيني مسؤول يشكي او يجيني مسؤول سابق يشكي ناخذ الملف ونتبناه وما نقولوش لي انت رياضي اخويا ما عندك ما نربحوا منك. لا نخدموه وهذه كل كيما نقول لك كل كلمه نقولها نجم تثبتوا تدخلوا على الموقع نتاع المجلس rp.an تختاروا الاجوبه الكتابيه للنواب تختاروا اسم النائب والوزاره تلقاه في الوزاره هذيك قداش ملف خدمناه. يعني ما عندناش حاجه بعينها الملف هذايا كيما قلت لك كي سمعت القصه وشفت الظلم سينما ما عطيتو اكثر الرسوس نتاعنا شويه. السؤال مش اش بيهم يخدموا هذه ما خدموش الاخرين اش بيهم الاخرين الكل بامكانياتهم الضخمه
راقدين ما خدموا شيء. احنا خدموا دوسيات صحيح، نخدموا عدد حد معناها كريتا تسمح لنا بحدد معين من الدوسيات، نختاروا دوسيات صحيح، ما نجموش نخدموهم الكل. والله كان جي البيرو نتاعي ما تلقى عدد من الدوسيات ما دخلتهمش كامل الحبس، ما هذيك امكانيات. انا نقول لك مثلا الدوسي نتاع مارسك، الفرقة مكافحة التهرب الضريبي وقت البارح عملوا مداهمة لمارسك وهبطوا لها بروفوندي، والعتروس هبط لها بروفوندي، واليمام نتاع لي سوجي هبط لها بروفوندي بزورة خدمتنا. دونك نخدموا في ملفات، ناس علاش قرون كيف كيف تعدات المجلس المنافسة ونورمالمون يتخطى بخطية كبيرة نخدموا، لكن ثم مواضيع تظهر أكثر من مواضيع. وخليني ما نجمش نفلت من غير ما نحيي الفريق نتاع نزع الريش اللي جوستومون المشكل ما يظهرش في الميديا، خاطر الميديا كي كلمني يقول لي إجا حاجتي بك أنت المرة الجاية نبعث لك واحد ولا جوج ولا ثلاثة منهم وتشوفوا الناس هذوما قداش قاعدة تخدم. شكرا لك ياسين العايري النائب عن أمل وعمل، شكرا أشرف العوالي. شكرا ياسين. من أي وقت وعيد ميلاد سعيدة. عيد ميلاد سعيد شنو؟ للي يسمع. ونو جاتو. دايخ أنا خويا والله.